منهج أكاديمي متكامل بدرجة دبلوم عال لتأهيل وإعداد مرشدين وراثيين ليقوموا بتأدية خدمة الإرشاد الوراثي في جميع محافظات السلطنة. هذا هو تعريف ومضمون البرنامج التعليمي المتكامل للإرشاد الوراثي الذي دشنه المركز الوطني للصحة الوراثية التابع للمستشفى السلطاني. الصحة الوراثية والمركز الوطني للصحة الوراثية ذو أهمية عالية جدا. مع الأسف ما زالت الأمراض الوراثية تشكل عبئا اجتماعيا واقتصاديا ونفسيا طبعا على المجتمع. هذا البرنامج التعليمي والذي أنا سعيد أن المشاركين فيه من كافة محافظات السلطنة هو للإرشاد في الصحة الوراثية، مبني أيضا وأخذا في الاعتبار مبادئ ديننا الحنيف وعاداتنا وتقاليدنا ذو أهمية عالية جدا. الوقاية دائما خير من العلاج. عملية الإرشاد الوراثي توفر للمتلقي من الذين قاموا بإجراء الفحص عن أمراض وراثية معينة إما قبل الزواج أو لفرد ينتمي لعائلة بها تاريخ مرضي لأحد أمراض الدم الوراثية، حيث يتم في عملية الإرشاد إيضاح طرق التوارث والاعتلالات الجينية والوسيلة المناسبة للإقتران. أتوقع من هذا البرنامج أنه راح يخدم فئة كبيرة من المجتمع، خاصة رفع المستوى التوعية في الأمراض الوراثية. هدف البرنامج إلى تقديم الخدمات الصحية في المجال الصحة الوراثية، فإنه راح يوفر هو المجال إنه المجال الصحي والإرشاد والتوعية في المواطن العماني في مجال الصحة الوراثية. البرنامج يعد الأول من نوعه في دول مجلس التعاون والمنطقة، حيث لا يوجد برنامج أكاديمي للتأهيل العالي في مجال الإرشاد الوراثي، وإنما يتم الابتعاث إلى الخارج للحصول على هذه الدرجة العلمية المتخصصة. البرنامج التعليمي المتكامل للإرشاد الوراثي عبارة عن 9 أجزاء مقسمة حسب التخصص والمتطلبات الأكاديمية، تنفذ خلال فترة زمنية محددة. عبد الله بن خلفان الرمضاني من المركز الوطني للصحة الوراثية، مسقط.